عندي تجربة أبغى أشوف تضبط ولا لا. طبعاً عيّم غارة ما يلصق، ولكن معي له حكمة. الله يحمده. يلصق غصباً ماذا الحين؟ كلنا نعرف أن الزيت أخف من الموية، يعني لو خلطناه على الموية بيبقى فوق. طيب وش فكرتي؟ بأقلب القارورة هذه على قارورة الموية، بعدين أقلبها رأساً على عقب، أشوف هل الموية بتنزل تحت ولا لا. حلوين. هنا اللحظة الحاسمة، هل الزيت بيطلع فوق ولا لا؟ بدأ يطلع على قطرة قطرة، يبغى له وقت، نرجع لكم بعدين. إذا مثل ما شفتوا التجربة فاشلة، يبغى لك تقعد تفقصه كذا إلى أنه يطلع مزيت وينزل الموية. إنك تقيس ضغط. يعني ما بيطلع الحالة، لازم تقعد تفقصه مع علبة كذا إلى أنه يطلع مزيت. لو اني خليت مزيت في المطبخ وخليت عني الكذاب. الان نزلت المويه كلها تحت.